المزيد ينضم إلينا من معبر رفح أيمن عماد مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك أيمن، ما هي تفاصيل الساعات الماضية معك؟ نعم، يعني إجراءات تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية من قبل السلطات المصرية التي تبذل قصارى جهدها لإيصال هذه المساعدات بشكل سريع إلى الأراضي الفلسطينية من خلال منفذ قرم أبو سالم، تجرى هنا هذه الإجراءات على قدم وساق لتسهيل إيصال هذه المساعدات. نتحدث بأن في الساعات الأولى من صباح اليوم تمكن من المرور من الأراضي المصرية متجهة إلى منفذ قرم أبو سالم من خلال الطريق الحدودي 180 شاحنة من شاحنات المساعدات الإنسانية تخضع على آلية التدقيق والمراجعة حسب الآلية المتفق عليها مع الجانب الإسرائيلي لإيصال هذه المساعدات الإنسانية. وإن كانت قبل قليل بدأت يعني أعداد من الشاحنات التي أفرغت شحنتها في الجهات الأخرى بالعودة مرة أخرى إلى الأراضي المصرية لتواصل طريقها مرة أخرى إلى وجهتها. بهذه الأعداد التي عبرت من الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية من خلال منفذ كرم أبو سالم تخطت أعداد الشاحنات خلال الثماني أيام السابقة من يعني أو شاحنات المساعدات تخطت 1200 شاحنة نتيجة للضغوط الدبلوماسية والمساعي الكبيرة التي تبذلها مصر لإيصال هذه المساعدات الإنسانية إلى الجهة الأخرى. وإن كان هذا العدد يعني نتيجة للعراقيل الإسرائيلية التي تفرض على إيصال المساعدات الإنسانية قليلة كبير بنسبة 67% حسب ما صرحت به الأمم المتحدة مقارنة بالأعداد التي دخلت إلى قطاع غزة خلال شهر إبريل والذي قدرت بنحو 5000 شاحنة. وهذا يأتي نتيجة لل العراقيل التي تفرضها إسرائيل بإغلاق منفذ رفح البري من الجهة الفلسطينية بعدما قامت بالسيطرة الكاملة على هذا المنفذ ومنع إيصال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى شاحنات الوقود التي منعت بشكل كبير أو بشكل قد تكون بشكل كامل من العبور إلى الأراضي الفلسطينية في ظل التنديدات الدولية لتفاقم الوضع الإنساني وفي ظل إعلان يعني الحكومة الفلسطينية بأن 97% من المخابز التي كانت تعمل وتعتمد على الوقود بخروجها عن العمل نتيجة لعدم توفر الوقود. يضاف إلى ذلك ما صرحت به الأونروا قبل يعني دقائق بأن هناك توقف بدأ يظهر على محطات المياه التي يعتمد عليها الفلسطينيون في تلبية احتياجاتهم من مياه الشرب، وفي ظل التحدي الكبير الذي يعني يواجه الفلسطينيين نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر مياه الشرب. وأيضا يضاف إلى ذلك قلة أعداد المساعدات التي تعبر إلى الأراضي الفلسطينية نتيجة للعراقيل التي تفرضها إسرائيل في إنفاذ هذه المساعدات، تتمثل أيضا في عملية التدقيق والمراجعة التي تستغرق نحو 6 ساعات. لو نتحدث بأن هذه الشاحنات التي عبرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم تقريبا في 6 من صباح اليوم بتوقيت مصر، وهذه وبدأت أن تعود في هذا التوقيت يعني قرابة 6 ساعات، وتستغرق هذه الشاحنات هي في يعني وقت طويل في عملية التدقيق والمراجعة، وهذا يؤثر بشكل كبير على أعداد أو وتيرة الشاحنات التي تعبر إلى الأراضي الفلسطينية. تزامن مع ذلك التنسيق المصري مع الجهات المعنية في فلسطين في ترتيب الأولوية في المواد الغذائية وأيضا المواد الدوائية التي يتطلبها الفلسطينيون في محنتهم الحالية لتلبية احتياجاتهم بشكل عاجل، وإن كانت تتمثل في المواد الغذائية والوقود، ولكن طبعا كما تجرى العادة من الجانب الإسرائيلي يقوم بمنع إيصال شاحنات الوقود إلى الجهات الأخرى في ظل يعني في ظل توافق أو شلل تام أصبح يعني أصاب جميع المنشآت الصحية في قطاع غزة. أما عن الوضع الميداني لا تزال العملية أو الاشتباكات الضارية ما بين يعني الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلية يعني ترتفع أصواتها، ونسمع الأصوات من هذه النقطة تحديدا من قبل المدفعية الإسرائيلية التي تقوم بقصف المناطق الغربية وأيضا المناطق الشرقية وأيضا المناطق الوسطى، إضافة إلى الزوارق الحربية التي تقوم بإطلاق المناطق الوسطى ونسمعها من هذه النقطة بشكل كبير، وتحديدا دير البلح على مدار هذه الليلة، إضافة إلى الغارات الجوية التي تقوم بها الطيران الحربي على مدينة رفح، وأدى إلى ارتقاء أو واستشهاد نحو 71 شهيدا وإصابة ما يزيد عن 180 جريح ومصاب. وإن كانت هناك أيضا كما تم الإعلام من قبل الدفاع المدني الفلسطيني بأن هناك أيضا حالات يصعب الوصول إليها نتيجة لعدم توافر الإمكانات،
الحالات، وأيضا الإسعاف لم تتمكن من الوصول لنقل الجرحى والمصابين نتيجة لتهدم الطرقات في شتى الأماكن في قطاع في تحديدا في مدينة رفح. نتحدث بأن بالتزامن مع ذلك إلا أن حالة التأهب هنا في داخل منفذ رفح البري من الجهات المصرية يستعد على قدم وساق لإنفاذ أي من المساعدات الإنسانية حينما يسمح بذلك من الجانب الآخر تحديدا من الجانب الإسرائيلي الذي يسيطر بشكل كامل على منفذ رفح من الجهات الأخرى. شكرا جزيلا أيمن عماد مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح في الجانب المصري، شكرا جزيلا لك.